وأدخل الذين آمنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا أدخل الذين آمنوا كل الكلام يدخل جنات 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 جنات. إيه الجنات؟ إحنا نفهم إن الجنة معناها في أصل اللغة الستر، ومنها الجنون ستر العقل، فلما جن عليه الليل الظلمة إيه؟ سترته. يبقى المادة الجيم والنون دي تعمل إيه؟ الستر. أما قال لك إيه وسوي؟ الجنة مأخوذة من الستر لأن فيها إيه؟ أشجار كتيرة بحيث إن اللي يمشي فيه ما يبانش، يبقى تستر بخضرتها وسموك أشجارها اللي إيه؟ أو أن من يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد لأنها فيها كل خير لا يلجئه أن يخرج منها. يبقى كأنه يبقى دي ودي. وتطلق برضو على جنات الدنيا، يود أحدهم أن تكون له جنة إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه؟ الجنة. قال أول هنا ربنا لما يقول الجنة، الجنة غير المساكن، قال لك مساكن وفي جنات ايه، يبقى فيه مسكن وفيه ايه، يبقى الجنه دي انت عارف زي هنا ولله المثل الاعلى، البستان العمومي الحديقه العامه، اهي الجنه بقى الحديقه العامه بتاعه الاخره بقى الواسعه دي، والواسعه دي موزع على كل مرأة عين. ليه؟ قال لك لان الانسان من عجائب تكوينه مرة يحب أن يتخصص في مكان، ومرة يحب أكثر أن يشيع في مكان. يتخصص في مكان يبني له إيه؟ مش شقة في عمارة، لا أنا عايز فيلا لوحدي زي ما يقولوا بيت من إيه؟ من بابه دي، يعني الحاجة الحلوة. واللي له من بيت من بابه لما يبقى الأسرة كده وكل واحد له أوضة، كل واحد له إيه؟ وبعدين كل واحد له ملابس، يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العمومية في شيء، يطلع بقى يلاقي مكان ايه؟ مكان واسع ومكان فسيح. ولذلك حتى احنا في تقييمنا للأشياء بنقيم الأشياء على هذا الأساس، حتة أرض هنشتريها نبني عليها مسكن إنما على حارة يبقى مترها بكذا، طب ده على شارع واسع يبقى مترها بإيه؟ بكذا. ليه؟ لأنني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي حارة صغيرة، ومحسوب في التقييم اللي قدامي إيه؟ شارع. فدي تاخد المتر بعشرين جنيه، ودي أنا هو كلام، ودي تاخد المتر بخمسين جنيه. ليه؟ لأن الشارع باتساعه محسوب على الله، ومحسوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. سلك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينة واسعة في ميدان، نقول له بقى يبقى أكتر من الشارع. طب اللي يجي ياخد بيت على البحر، أوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك، يبقى ما تقوليش ده أنا اشتريت المتر بألف جنيه، ده المتر ما وقفش ولو بنص مليم، لأنك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجة تحجبه، احسبه عليك بقى يطلع بنص مليم، أنت واخد ما حدش جاي قدامك ولا حد هيضايقك ولا حد يعمل أي حاجة. أهي الجنات بقى بالشكل ده، أمكنة واسعة وكل واحد لها إيه؟ ومساكن طيبة في ايه؟ في جنات عدن. يبقى الجنة شيء والمساكن فيها ايه؟ شيء اخر. فلما يجي يقول لك ايه؟ انت رحت في اللون ايه ودخلت جنينة فلان، يبقى ما دام جنينة ده يبقى البيت ايه؟ شيء حاجة تانية قوي. يبقى لما ندخل في الجنة يبقى مكان ايه؟ مكان واسع قوي.